السلام عليكم جماعة، إن شاء الله تكونوا قاعد بخير. سحر داركم وسحر فطوركم إن شاء الله، ما تكونوش طولنا عليكم بزاف. اليوم خاوتي راح نوري لكم التجميعة تاعي الجديدة اللي درتها. درت أبغارد بيسي تاعي قديم، حولته نوفو بيسي، حولته شادرت صافي، خليت منه الكارت جرافيك والاليمونتاسيون، ما تبقى ولي ديسكو دور بيان سور، ما تبقى باي باي. بون باش نبداو جماعه، كي نحبوا نمونطو ان بيسي توجور لازم لنا ان كيس، ان بواتي. البواتي تاعي تاع اليوم اللي اختاريتو اقدمكم اكزيما تيك سيكلوب ار جي بي موين تور فورما اتي اكس. هاد البواتي خلصتها ب 16000 دينار، مليون و 600. ننتقلوا باش ما نطولوش يا جماعه، ننتقلوا للكارت مير. الكارت مير اختاريت ان كارت مير انتل اللي هي ام اس سي زد 390، زد 390 انتل مودر بورد جيمنج بلس، حاجه شابه كما راكم تشوفوا. الثمن تاعها يقدر ب 34000 دينار، 3 ملايين و400، حاجة ما شاء الله. بون ننتقلوا للسي بي، ننتقلوا للسي بي. السي بي اختاريت اني 5 دو 9 جينيراسيون 9400F. السي بي انا خلصته ب 29000 دينار من عند انا ميامو كاتش اللي جاي في شمومه حدا مصطفى ايفان. بون سي بي يو سي بون. لي رام، لي رام اختارينا اكس بي جي سبريكتريس دي 60 جي 8 جيجا بايت فوا 2 3600 ميجا هرتز، 3600 ميجا هرتز امال ار جي بي، حاجه شابه ما شاء الله. خلصتهم 24000 دينار زوج 16 جيجا. بون زدت لها ان ديسكو دور اس اس دي ان في ام او 256 جيجا بايت للسيستم باش ما يتقلش البيسي. هاو يدير 17000 دينار و500، خلصتو 16000 دينار من عند الاخ سعيد. لا كارت جرافيك كانت عندي مقبل اللي هي ام دي ار اكس 580 جيجا بايت غير نيترو بلس 87000 دينار، صافي دوبل دوبلت لي بري راهم يخوفوا يا جماعه. هاير نيترو بلس زافير جيجا بايت ار اكس 580. رفراديسور سي بي يو اختاريت ما بغيتش نبعد على الكزيماتيك باش تخرج لك نيتي شابه. لو سيستيم رفراديسمون درت ان واتر كولينغ اورورا 120، ها هو كزيماتيك، حاجة ما شاء الله روعة. هذا ننصحكم به جماعة. ايوا لي ديسكو دور تاعي رجعتهم، لي دو ديسكو دور عندي، كان عندي رابتور وكان عندي واحد انترا زدناهم. شي ثاني لاليمونطاسيون كانت عندي اون اليمونطاسيون دو 650 وات لا مارك ان زد اكس تي، ماركة باينة عالمية. هادي جاية كابا بالحق. اون تري بون اليمونطاسيون 80 بلس جولد، حاجة ما شاء الله. صافي لاليمونطاسيون والكارت جرافيك هادو أباغ على جهة، هادو كانوا عندي، ما تبقى كلشي جديد. بون جماعة ما نطولش عليكم، راح نوري لكم الريزولتا تاعي اللي تحصلت عليه بعد ما ركبت التجميعة تاعي.
تهلاو لي في روحكم بزاف بزاف، صحة سحوركم، والسلام عليكم إلى حلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.